فأي آية مما أنزل الله عز وجل عليك أعظم؟ قال آية الكرسي. أعظم آية في القرآن إيه؟ قال آية الكرسي. ثم قال يا أبا ذر، ما عاوز ما دام أعظم آية آية الكرسي، وقف بقى هنا. قال يا أبا ذر، ثم قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا أبا ذر ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلات. بصحراء واسعة. السبع السماوات دي والكرسي حلقة في صحراء واسعة واسعة، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلات على الحلقة. زي ايه؟ علاقة زي الصحراء بالنسبة للحلقة اللي فيه، ده العرش بالنسبة للايه؟